هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج به أو يجوز الحج منه، علما بأنه أتى تلك المرأة في ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال، والحمد لله فرجها الله، فهل تحج منه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة، ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة، لكن بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة، أي مستحق لها. وما جاء في السؤال فهو كذلك، أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك، ثم إن الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات، فنقول لا بأس بهذا، لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها أو الزكاة وهو من أهلها فإنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بما يشاء. جزاكم الله خيرا.